البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير او في احسن الاحوال. نهار جديد، فيديو جديد مع قزوية في فاليسيا من جديد. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر البنات كاملين اللي خلاو ليا في التعاليق واللي باركوا ليا الحمل ديالي. كنقول لهم شكرا 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 بزاف، هبوسه ليكم من هنايا. وبطبيعة الحال ما ننساش الجارات ديالي اللي عيطوا ليا حتى هما من هنايا في الواتساب، وحتى هما وباركوا ليا. كنقول لهم شكرا شكرا بزاف. والله كل واحد يعني الله ينولو داكشي اللي بغا، والله يعطي كل واحد يعني على قد النيه ديالو. هادشي اللي غنقول. المهم الروينة خاتكم الحوايج 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 على قد البنات. داكشي اللي كيخرج كيتصبل على قد هداكشي اللي كيدخل. المهم شكون اللي طاريه لهاد الحاله اللي طاريه ليا انا صراحه. بلاكار ديالي ما نعاودش لكم كي كان، واحد 3 شهور ما تطوى. المهم يلاه طويتو، درت فيه يومين البارح، اول البارح عاد كملتو. والبيت ديالي بطبيعه الحال هذا ما بقيتش كنعس فيه، راه قلت لكم وليت في البيت الاخر يعني مده هذا ما تخملته، هو مهجور مسكين واحد شهرين ونص. دابا عاد غدا ندير البنات وغدا نخملو، خاصني نحل الكنابي وكلشي ان شاء الله. بيرو كل نهار غندير حاجه بشويه بشويه عليا، وبطبيعه الحال اللي ما قديتش عليها راه كنجيب لي كيعاونني كيف كنقول لكم. المهم طلع حتى همايا راهما مصبرين ديال الصالون واجدين تمايا. بيرو ما غاداش البنات ندير نفرش الصالون دابا، تتبقى ان شاء الله واحد 3 ايام ولا 4 ايام من رمضان بما دخلوني الدراري للمدرسه، حيت نتوما عارفين يعني دابا جالسين سيمانه سانطا، يعني غادي يبقاو غير يجلسوا لي عليهم وفي التلفازه تمايا، غادي غير يمانشيوهم ليا سومو وراكم عارفين الحليب وداكشي. اللهم من الاحسن ما غاداش نفرشهم. بالنسبه للتحضيرات ديال رمضان كي قلت لكم باقا البنات ما درت حتى شي حاجه، باقا ما وجدت حتى شي حاجه. ان شاء الله اليوم يلا غادي نصاوب العسل، ومن بعد ديك الساعه غنشوف البنات اشنو. وليد حقوق طبع والنشر الموسيقى. المهم كيف قلت لكم تنصاوب العسل، ومن بعد البنات عاد غنفكر اش غنصاوب شويه البليغات، غنصاوب شويه البريوات ديال اللوز. المهم باقي البروغرام عندي تالف صراحه، غير هنا شويه يعني من طريق السبيطار هاد الايامات يعني مشي تحاليل، وان شاء الله غنبدا معكم التحضيرات. واخا تكون واخا هي تحضيرات بسيطه البنات، يعني ما كاينش بزاف هاد العام، انا معفيه يعني من ماكله الحلاوه كيبان ليا تاني، ولكن اش غندير ضروري راجلي يعني ضروري خصني نوجد ليه شي حاجه. المهم ما غاداش نطول عليكم، غادا نبارطاجي معكم اليوم النهار ديالي تانية البنات باللي فيه. راه قلت لكم الفيديوهات غيكونوا غير قصار، وداك الشيء اختكم علاه على قدها، يعني راه كل نهار كندير حاجه ما كنديرش بزاف الحوايج البنات. المهم خليكم معايا وغنشوفوا النهار ديالنا كي غيدوز. يلا الزينات البنات، سمعك من الكوزينه المعلم ديال الفطور باقي محطوطين تما. ها نتوما باقا ما غسلتهمش، ها همايا، ها هما ما تقولوش راه كتكذب علينا. المهم المعلم تمايا، هنايا رقدت شويه ديال العدس، ها هو هيا في الماء. غنديروها البنات للغدا اليوم. المهم تقريبا شي 20 يوم ما كليت العدس، ضروري خاصني نطيب العدس اليوم. اصلا اليوم كلشي ساد، الدراري جالسين راهم عطله. المهم انا ابروفيتي واخا هما كياكلوا في الكوميدور، انا خصني ضروري نديرو، بس غنديرو اليوم وغناكلو. بالنسبه للعسل البنات غادي ندوز نصاوب معكم العسل، واخا راني فايته نبارطاجيه بارطاجيته معكم، ولكن ملي غنصاوب نصاوب نبارطاجي معكم ماشي مشكل. بالنسبه للمقادير البنات ما غنحتاجوش بزاف تاع الحوايج، هاد الكوكوط عندي كتجبد من رمضان رمضان. صافي كنقضي فيها الشباكيه داكشي المعسلات العسل كلشي كيتصاوب فيها. هاد الكوكوط مسكينه حيت ما عندهاش الودنين. المهم بالنسبه للمقادير غنديروا 2 كيلو تاع السكر سنيده. المهم السكر سنيده ولا السكر مقرط اللي بغيتو نتومايا، انا غندير 2 كيلو تاع السكر سنيده، وغادا نزيد عليه كل 2 كيلو تاع السكر بإطرو تاع الماء كيف كنقول لكم، باش يجيكم يعني العسل زوين خاطر ويلصق لكم يعني على المعسلات. المهم 2 كيلو تاع السكر في إطرو البنات تاع الماء. المهم الماء انا غليتو، ما تديروه غالي غليو، ما تديروه بارد اللي بغيتو نتومايا. انا ها هويا راني درتو مغلي، صافي غنحرك بحال هكا شويه عاد يذوب ليا السكر غير شويه. البنات راه كيذوب اصلا في ساعه في ساعه، وما فيهش بزاف ديال المقادير، انا ما غاديش ندير فيها البنات بزاف ديال المقادير كيف كتشوفوا. غادا نزيد فيه غير واحد الصوبرين ديال التيبيردي هذا. المهم بغيتو ديروا اتاي حبوب عادي ديروه، انا اختاريت انني غندير هذا الصوبري هذا بحال هكا، غندير غير واحد كيف كتشوفوا. نحيد ليه هادي ونرميه هنايا، وبطبيعة الحال غادي تخصنا القرفه
مهم القرفه، كل واحد يدير الجهد ديال القرفه اللي بغى. البنات انا بما ان عزيز عليا القرفه غادي ندير هادو كاملين، ها هو معايا صافي. وعندنا الحامض البنات، ها هو كيف كتشوفوا الحامض غنقطعوه حتى هو دوائر بحال هكا. المهم راه كيجي هاد العسل البنات راه كيجي زوين البنات، راني فايته بارطاجيتو معاكم وراكم شفتوا داك العاب كي داير كيخرج ليا وخدمت به معسلات كاملين راه كيجي زوين. المهم ها الحامض هكا صافي، وغنديرو فوق البوطه، غنمهل عليه البوطه ما كنسد عليه ما حتى شي حاجه، كندير ليه غير الغلاقه ديال الكوكور صافي، كنخليه فوق البوطه حتى وكان كيطيب بوحدو. داك الوقت اللي دا دا ساعه الله راه هي هذيك، دا ساعه هي هذيك، المهم كنخليه حتى كيطيب على خاطرو. وباش تعرفوا طابره ملي كيبدا يبان لكم داك الحامض البنات تحمر بدا كيكحل، عرفوا صافي راه طاب. ومره مره بقاو تهزوا في المعلقه وشوفوا التكستور ديالو واش وصلتوا لداك الشيء اللي بغيتوا، العسل كيف بغيتوا وصافي. وملي كنطفيو عليه، المهم ملي كنطفيو عليه كنزيدوا البنات واحد الكاس ديال الماء زهر باش تجيكم النسمه ديال العسل ديالكم فيها الماء زهر. المهم انا غادي ندوز نرد العسل ديالي وندوز نصاوب العدس ديالي حتى هوايا ونشوف واش غنديروا مازال. يلا خليكم. المهم الكوكوط راه رديتها كطيب، هنايا كنقطع شويه القزبر والمعدنوس لهذا العدس. المهم حكيت نص بصيله وحكيت جوج مطيشات، ودابا غندير الربيع. هانتوما الربيع عندي بزياده، ها هو خصو يتغسل باش نصاوبو البنات باش ما يخسرش ليا. المهم كل واحد وطريقته البنات في سميتو في العدس، انا راه ما كنطيبوش في الكوكوط ما كنسدش عليه باش ما يتفسخش ديك الجلده ديالو، غير كان عمركم تسدوا على العدس. كاين اللي كيسد عليه كيدير كوكوط وسد عليه راه كيتجلف البنات. انا ديما كنطيبو يا اما نطيبو في القابله، وحتى لا طيبته كاع في الكوكوط ما كنسدش عليه، كنخلي ليه غير الغلاقه ديالو كنبرم عليه واحد شويه صافي كنخليه يطيب ما كنسدش عليه. والثومه الثومه كنقطعها على جوج البنات، كنبغي فيه الثومه تكون باينه انا فيرو كياكلوها ليا الدراري ماشي مشكل، يعني ما كيعيفوهاش ليا وصافي. والعطريه ديالو راكم عارفين باينه هادشي اللي كاين، شويه التحميره وشويه البزار، انا السكينجبير ما كنديروش صافي. والخرقه ومعق وضروري في الاخر كتزيد واحد شويه ديال المطيشات على الحك وصافي. هادشي اللي فيه يعني ما فيهش بزاف الحوايج. كاين اللي كيدير خيزو كيزيد بابا، انا ما كنزيد لا خيزو لا بطاطا مع الخضار. اليوم كنت باغا ندير خيزو ساعه خيزو ما عنديش. المهم كي قلت لكم اليوم كلشي ساد، انا باقا ما تقديتش قاعده ما تقديت، خصني نتقدى الخضره ونتقدى السلعه تاع الشهر، باقا ما تقديت حتى شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين. والدجاج والنحل طلعوا ليا في راسي، ما بقيتش حملتهم، ما بقيتش كناكلهم انا ما نكذبش عليكم، ما بقيتش نحمل واحد الحاجه سميتها الدجاج وسميتها اللحم. شي ندير طاجين نديرو غير بالخضره وناكلو غير بالخضره بركه عليا، ما بقيتش حملت نهائيا حس اللحوم والو. ايوا واش غندير صبر وصافي. المهم غندير الزيت، راه كنبارطاجي معاكم البنات باش نتوانس معاكم، وانا عارفه كلشي كيعرف يطيب تبارك الله. هادشي العيالات المغربيات راهم حادقات، غنديرو مليحه. المهم بالنسبه للملح البنات، انا راه كنشري صاليو دادا اللي فيها اليودو، ديما كنشريها اصلا مزيانه على حساب القواط، ولكن هي من الاحسن لك تشريوها ديما اللي فيه القواط ولا ما فيهش القواط، المهم يديرها ديما. انا صراحه ما عنديش القواط ولكن كنشريها ديما، كنديرها ديما البنات حيت زوينه اصلا. غادي ندير الابزار، وندير التحميره. عرفتي التحميره هنا كنشريها حلوه من ميركادونا، ملي كنجيبها للدار كنديرها فشي حاجه كيقول لي راجلي حاره، وفهموا نتوما شي حاجه هما كاتبين عليها، كاتبين عليها دولسي، ومني كنجيبها انا ونديرها فشي حاجه كتخرج لينا حاره. والله ما نكذبش عليكم ما بقيتش كنثق في التحميره ديالي صافي. درت هنا الخرقه نتاعها، المهم غادي نمرق عليهم ما كنشحر انا ما والو صافي، وغادي نديرو يطيب. بالنسبه للعسل ديالنا مني غيبدا بحال هكا بدا يطيب البنات، راه دابا نوريكم كيف كيداير صافي. يلا انا غندوز المرق هذه وندوز هذاك نغسلو ونخليه تمايا تقطر هذاك القزبر والمعدنوس سواء كانوا ينشفوا ليا عاد ندوزهم في لاشوار وندوز نغسل المواعي. يلا Thank you.
حرقنا عدس. المهم سميتو العسل راني طفيت عليه. المهم غنشوفكم كي تشوفوا كي جاني. المهم جبنا لي مزيان بحال ديما، لا اللوينه البنات ولا داك الكاس ديال المزهر اللي كتزيدي في الاخر، واخا ضرني شويه في راسي، انا كيضرني العسل في راسي ديما فيما كنصوبو، ولكن راه خرج زوين. ها نتوما هبط معكم الكاميرا، ها نتوما شوفوا. انا هادي هي لا تيكستير اللي بغيت ديالو، هذا هو القوام ديالو البنات بارك عليه. شوفوا اللون ديالو كي داير، ها نتوما راه كيجي البنات، ها نتوما احمر واللون ديالو على مزيناتو شتي كي داير. المهم انا غنخليه ان شاء الله حتى الغدا، حيت غدا مني كيبرد تعرفوا نتوما من العسل مني كيبرد يعني عاد كيزيد يعقد مزيان. المهم عينكم ميزانكم الغد ليه، الا صبح ليكم عاقد بزاف ولا بغيتو تصاوبوا بوجه ليكم عاقد بزاف، زيدوا شويه المزهر ولا زيدوا شويه ديال الماء وخليوه ثاني يغلي واحد شويه وطفاو عليه. انا ما نكذبش عليكم واخا كيكون عندي يعني قاصح واحد شويه، ماشي قاصح يعني كيكون شويه يعني لجاني ثقيل الفو يعني كنبدا نصاوب اي حاجه صاوبتها كيكون عندي يعني العسل بارد ما كنسخنوش الحمد لله، وكيكون عندي المعسلات كيكونوا سخان الفو يعني كطفي المعسله كطفيها بحال هكايا في العسل يعني راه كتعطي ديك السخونيه ديك ديال السخونيه ديال الزيت كترجع يعني على المعسله صافي كيتطلق كيولي لصق. ها هو ثاني حيت لا كان جاري بزاف البنات راه ما يلصقش ليكم. المهم هذا هو الحد ديالو، انا ان شاء الله غنخليه يبات، وان شاء الله الا عاود صورت لكم شي فيديو ولا شي حاجه بغيتوني نوريه لكم كي غيصبح راه غنوريه لكم، ما وريتكمش راه ان شاء الله نهار نكون صاوب شي معسله ولا شي حاجه راه غادي نوريه لكم كي ولا صافي. يلا الزينات، المهم غنمشي نغسل الماء عند باب ديال الغدا، ها هما مكركرين هنايا، وغدا نجلس واحد الساعه نستراحه ومن بعد نشوف شنو غندير للدراري الكاسكروط. المهم تنشوف شنو غندير، والله ما عرفت واش نعجن لهم شويه المسمن واش ندير لهم شويه البغرير، المهم ضروري شي حاجه. ارتاحيت واحد شويه. المهم انا درت سميتو درت القمح ودرت الفورص ودرت مليحه، وان شاء الله غادي ندوز نعشي شويه الملاوي. ايوا هادشي اللي كاين البنات، خليكم معايا. المهم باش ما تصدعكمش العجانه انا غادي نصمك بها. يلا ها انتم البنات العسل، ها انتم ساعه ونص باش برد، ها انتم شوفوا كي ولا راه قبيله طفيت عليه كان شويه خفيف، شوفوا دابا كي داير كيشد لا تيكستير ديالو مزيانه. علاش انا طفيت عليه شويه هكاك؟ حيت عارفه مني غيبرد غادي يجيني في هذاك القياس اللي بغيت انا. ها انتم شفتوا، ها انتم ايوا هو هذا هادشي اللي كاين. المهم راني عجنت العجينه، ارا دوزي باقي العجينه، انا غنعطيك صبر ها عجنت العجينه، ها هي كملتها اروى لالا قالت بغات العجينه. هادي العجينه سي بقى شويه عاد كتخلي الادم ياكلها تمايا، تحطها لي تما ياكلها. يلا هاك يلا سير عاد لصق عليا في طلامط، شافوك شافوك يلا عسير شافوك تي راس طالع من وين. انا غنديرها في السلوفان ونخليها تهبط ليا بلاتي شويه باش ما تمحنيش، باش في ساعه في ساعه نصاوب ونزرب عليهم. غنخليهم البنات يرتاحوا واحد شويه بما صاوبتهم، وديك الساعه عاد ندوز نكمل معاهم صافي. يا ودي درت الملويات ها هما خليتهم هنايا باش يطوعوا ليا، وهنايا البنات خديت الفينو وزدت فيه ساشي تاع الخميره الكيماويه وغنزيد عليه الزبده مذوبه. هذا هو البنات باش غنفرقوا الملوي ديالنا. المهم راه كيجي واحد الخليط زوين كيفرق لكم الملوي مزيان، كيجي الملوي ديالو البنات غير محلول. انا راه الطريقه ديالي اللي كندير هي اللي كندير ديما البنات، كندير وحده وسط وحده، دابا هذه مع هذه وهذه مع هذه وهذه مع هذه، كنطلق وحده وسط وحده وكنجمعهم كالعاده كنبرمهم بعد ما كندير الخليط وسطهم هذا، ومن بعد البنات صافي كنقطع بالموس صافي كنبدا نطيب. كيجي البنات مورق وكيجي زوين وساهل، كتاوري عليك الوقت بحال هكايا ما كيشدش لك الوقت بزاف، وبحال هكا حتى في رمضان بحال هكا البنات بالنسبه للبنات اللي كيديروا المعجنات بحال هكا بزاف كيبغيوهم ليهم بحال هكا رجالهم الدار. المهم ديروا هذه الطريقه البنات راه ساهله في ساعه في ساعه. المهم انا غادي نخلي هادو تا كان يهبطوا ليا مزيان، ومن بعد ان شاء الله عاد غندوز نشكلهم، ومن بعد مني نبغي نطيب ولا نطيبهم راني غنبارطاجي معاكم. يلا البنات خليكم هانتوما البنات راه كتورقوها حتى كيبان البوطاجي، هانتوما راه كبيره سرحتها. دابا غادي ندير سميتو غندير الخليط هكا شويه
صافي وكنلويو. انا غير بغيت نوريكم هاد الاولانيه باش نكمل الاخرينات صافي ونبدا نطيب بالنسبه للبنات يعني اللي ما شايفينش الفيديو السابق. وصافي هانتوما كتلوي هكا. المهم تلوي وما تزيريش، كتجمعي وما تزيريش، ما تزيريش باش ما يجيكش لاصق على بعضيات بحال هكايا. صافي غنكمل انا البريم هكايا تنكملها، ومن بعد نسرح الاخرى وندهن ثاني شويه البنات من الخليط وندير هذه وسطها ونلوي عليها. صافي هذا هو التصاويب ديال البنات اللي متبعيني، راهم فايتين شايفين الفيديو، شايفين الفيديو السابق، راه غادي يكونوا جربوه راه كيخرج زوين البنات، جربوه على حسابي. اصلا كي قلت لكم كديري، المهم كتنقصي عليك سميتو، كتنقصي عليك الوقت بحال هكا يعني، راه ما كيديش لك الوقت بزاف. صافي هذه غنخليها ترتاح بين ما طلقت الاخرى، صافي وديك الساعه غنديرها وسط الاخرى كي قلت لكم ونكمل. مي كانال ستوبيدا نو دي سيرفي بارانادا، ما عرفتيش علاش مي كانال ستوبيدا، انتي تافهه نو دي خي تافهه، لانني ما فياش داكشي اللي كيقلبوا عليه الناس، دوك الشوهات والمضاربات والفضايح والناس اللي حيت انت شبعان في كرشك، لا قيل بغرير ولا قيل ملوي ولا قيل مسمن، اما كاينين اللي مواتهم عاد يعاد في الزناقي ما كيصاوبوش ليهم حتى بغريره، حتى قد هكا حتى مرقه شي طاجين ما شبعانينش في كرشهم، وقول حمدتك يا ربي وشكرت في الحمد لله. ماما هو هادشي اللي قالت لي اروى، قالت لي اللي خيستي كيمي كاناليز ستوبيدا، لا روحي انا واقفه دابا ودايره الجهد وكنطيب لكم ونحط لكم بالسيف، ما غتقول ستوبيدا كون كنت باركه مقابله المانيكير والبيديكير اخويا والضفار والماكياج النهار كامل كون مصبوغه كوراني خويا عندي المشاهده طالعه كوراني زوينه ياك. ايوا كان واش كي بوكادو كيو لي خي يوتيوب واش ستوبيدو مينتيرا ستوبيد نو يوتيوب نو سي ستوبيدو اي موتشاس كوساس كي ابرنديدو لا جينتي porque hay muchas chicas antes y muchas personas que no saben muchas cosas y ahora con gracias a YouTube que hay mucha gente ha aprendido a hacer muchas cosas. Pero yo a tu... ¿Vale? Estás mintiendo mamá para que no te pero yo a tu canal no le he dicho nada. Da igual, me dices o no dices, no pasa nada, pero انا صححت لك المعلومه. Tú cuando ves las mujeres que van entrando a la cocina, no todas las mujeres iguales, ¿eh? ماشي أي مرة كتلقاها داخلة الكوزينة، كاينة اللي نهار كامل هي مسرحة غير الماندو لا يوتيوبي، ونهار كامل بيديكير والمانيكير والصبيغ، ما كيديروا حتى حاجة، أنا نقولها لك، وسير حنيني قول الحمد لله حمدتك يا ربي وشكرتك، سير حنيني سير. سمعتوا واش قال؟ سمعتوه هانتوما سمعوا 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 سمعوا، سمعوا الساعة عطيتوا على شي دور باش عمرو ما يعاود يقول لي قناتك تافهة.
هنايا البنات كيف كتشوفوا، المهم كملت الملويات ديالي، كيجي البنات واعر، غير جربوه وردوا عليا الاخبار، ما نعاودش لكم كي كيجي محلول من الداخل. صراحه انا صورت لكم البنات هذاك المقطع اللي كنت كنوريه لكم من الداخل كي جا، ولكن لقيتو تقطع عليا حيت كان صونات عليا صاحبتي، لقيتو ما سجلش البنات. المهم جربوه وخلوا لي في التعليق. هنايا دزت كيف كتشوفوا، طويت الحوايج، كل شيء الحوايج البنات اللي دخلت طويتهم، وعاد خرجت ثاني واحد جوج شباكيه البنات تاني ديال سميتو ديال الصابون نشرتهم. المهم هادو حيدتهم عليا باش ما يتجمعوش عليا تاني، بقاو تكركروا عليا الحوايج تاني تنوحل فيهم. المهم كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، وكنتمنى نكون خفيفه على القلب البنات، وهذا الشيء اللي درت اليوم، يعني اليوم ما خملت ما درت حتى شي حاجه، يعني غير الشقه العادي، قلت نبارطاجي معكم النهار ديالي كي داز. المهم كنتمنى الروتين ديالي يعجبكم، وكيف قلت لكم نتمنى نكون خفيفه على القلب، وكنشكر البنات اللي مابونين معايا قدام، وكنشكر الناس الجداد حتى همايا، وكنقول لكم ما تنساوناش من التعاليق ديالكم ومن اللايكات ديالكم المحفزه اللي كتخلينا مازال نزيدو القدام، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر، وكنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء. سلامه.